فينا ما يعرفش يمسح الاغنيه ياسر حلوه وتذكرنا بزمن الجميل. اليوم هيثم الهاني عازف الايقاع ونعرفه عنده من افضل الفرق الموسيقيه في تونس ومحبوب وما شاء الله عليه فنان ممتاز جدا ينظم عربي يمسحرني يلم من خلاله برشا غنيات بطريقته هو يشاركوا فيها العديد من زملائه في عالم العزف وحتى في عالم الغناء كما ألفة رمضان وغيرهم. الأجواء كانت حلوة برشا في مدينة الحمامات، الحمامات وين استقبلوا العرض هذايا اللي حضروه في لافون بخومييغ أحبابه وأصحابه والناس اللي تحبوا، والأجواء كانت حلوة برشا كوسوسوا سمعنا غنى حلو بطريقة مختلفة وزادة شفنا فرجة تخوصة. مرحبا بينا بحذاك، اليوم ايفينمون كبير برشا حلو برشا من اللي دخلنا الدخله مزيانه والعرض ازين وازين. ماكش جديده علينا ماكش جديده عليك وعلى الجمهور وديما نتبعوا فيك من الاول لليوم الحدث الكبير اللي تنجم تقدمه انت. انا نشكرك سيدة اختي شيماء شمام وبارك الله فيك ونشكر صاحب القناه والقناه تونسنا اللي ديما مواكبه الاحداث الباهيه وكل شيء. انا عملت البروجي هذا سميته يوم سهرني، البروجي فيه لابيل ايبوك معناها نوستالجي من الحاجات الباهيه من الثمانينيات وكل شيء اللي عشتهم انا في الصغر وقت اللي دخلت الميدان الفني، حبيت نوظفهم معناها في سي دي وعملت حاجات زادة في التونسي، حبيت نمس الفئات الكل معناها الحومة العربي متاعنا اللي هي الحومة العتيقة، ومسيت من جابس شفمة وفي صفاقس شفمة وفي ولاية الساحل شنو اللي فما بريسك الولايات الكل وبنزارت وكل شيء الولايات اللي عنا الكل. و والبروجي هذايا معناها خذا مني شويه وقت بون تعبت فيه شويه، لكن ماك تعرف معناها باش تخدم حاجه للمتلقي تتعب عليها شويه ويزمك تعمل حاجه برشا روشيرش وبرشا تعب، لكن بعد التعب ان شاء الله نقولوا بعد التعب يجي الفرج باذن الله الحمد لله. ان شاء الله نكون في المستوى وان شاء الله عجبتكم وربي يوفقني وان شاء الله نكمل معناها طموحي انا معناها نحب نكبروا البروجي برشا برشا. أجواء كبيرة حلوة مزيانة محليها لمة الفنانين محليكم كي تفرحوا لبعضكم بمشاريعكم. اليوم مشروع هيثم الهاني كيفاش لقيته؟ هيثم أنا المشروع هذا ساعة حب نهنيه إن شاء الله يا ربي بالتوفيق هيثم ويستحق كل خير هيثم بصراحة، ويون بلوس المشروع هذا يخدم عليه برشا وأنا حكينا فيه الموضوع هذا دوبوي أكثر من 5 و6 سنين وعمل حاجة يعني ألونتير ماشي متاعك ليه نخدم حاجة ما شاء الله.
عملت خدمه في الاستوديو خدمه كبيره برشا، تعب فيها هيثم، موسيقيين كبار، فنانين كبار، شاركت معاه وناس عاونته، فما ناس دعمته. انت من الناس اللي عاونوه قال. هيثم يلزمنا نقفوا معاه بصراحه، هو كما قلت لك يستحق كل خير، اي اون بلوس هيثم من الفنانين اللي يلزم، مش با مش ناقص اسم هيثم، مي كوميم يلزموا يعمل حاجه، يعني احنا تو مشروع كيما هذايا فوالا يلزموا يعمل حاجه، فنان كبير، عازف ايقاع كبير برشا، متعهد حفلات كبير برشا، وان شاء الله ربي يوفقه. انا بصراحه فرح كيما فرح هو، فرح له برشا. وشيما ما شاء الله عليك، انت ديما حاضره مع الفنانين وتحب الفنانين، برافو شيما وبرافو تونسنا. بيك ساعة أول حاجة فرحانة برشا اللي شفتك، الأجواء قاعدة ترجع هكايا وجو الصيف، اليوم شفنا مشروع جديد الهيثم، كيفاش لقيته؟ نحب نقول له مبروك، نعرف اللي هو طموح من قبل، عنده برشا أفكار، معناتها اللي يعرف هيثم من قريب يعرف اللي هو عنده برشا 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 أفكار، لكن يمكن ظروف الخدمة، الوقت، البلاد ما تخليهش ديما ينفذ الحاجات اللي تجي في مخه. عجبني سبيكتاكل اليوم بالحق، عجبني ونقولوا ان شاء الله مبروك، ان شاء الله ديما ناجح ومتألق، فنان وتستاهل كل خير. تقول لي هيثم ستاسيون. هيثم ستاسيون، هيثم الهاني عازف دربوكا، حلمه كبيره اسمه تخوب الهاني، كي دي تخوب الهاني دي هيثم الهاني، دي هاني ايفانس، دي قميره ايفانس. دونك اليوم هذه مهمه الشركات نتاع الانتاج نتاع البرودكسيون ارتستيك اي سبيسيالمون غناء. سكرت سوكا، سكرت تونسي كاسيت، سكرت افريكا كاسيت، سكرت فوني كذا. دونك اختي الدنيا تبدلت، هيثم الهاني مشى مع الموجه وفهم لا بون جيستيون. شكرا هيثم الهاني. اليوم هيثم الهاني ينتج اول عمل اللي عامله معايا انا، وانا محظوظ برشا. هيثم الهاني ساليوتاسيون كبيره برشا، اللي هي حزب العالم 175 فنان، ارقام قياسيه، جينيس الارقام القياسيه. هيثم حط فلوسه وقت الكورونا، وقت اللي ما فماش فلوس. اليوم نلقاو هيثم الهاني عامل دو برودوي استوديو وعازفين وكمانجيت واكوستيك وموزع وسامي معتوق. اربع سنين يخدم عليه البروجي، وهو اكثر من اربع، هو راهو جامل شويه. انا البرودوي بديت نسمع فيه البرودوي الاولاني عنده تقريبا 6 سنين، الحلمه والفكره بدات والانستالاسيون تاع الفكره. دونك انا مانيش نقول كان شكرا هيثم الهاني، وشكرا للستاسيون ارتستيك اللي كيما هيثم وقاعده تخدم وقاعده هي تدعم في الفنان في غياب وزاره الثقافه اللي هي ولات وزاره الشؤون الاجتماعيه. دز الباب بالقوي وقول انا كنت، يعطيك فلوس. انا نحب نقول لك انا موجود توا ورد بالي على روحي، ورد بالي على روحي باش ما نكونش نهار اخر ندز الباب ونقول سيد الوزير اعطيني. لا كرامتك يا فنان في لا بون جيستيون، في قرجومتك، في الحانك، في كلماتك، رد بالك على روحك. هيثم الهاني توا قاعد يعمل في برودوي حلو برشا، كيما برشا دي ستاسيون من غير ما نسميوهم، قاعدين يخدموا من 3 ولا 4 من الناس، 3 شركات من العظم، من الحم، من الدم. دونك ميرسي بوكو هيثم الهاني اللي قاعد ينتج، ما فكرش في روحه، فكر في الحلمه نتاعو، وراهو الحلمه
هي قبل الخبز وقبل الحم وقبل العلوش العيد. شكرا تخوب هيثم الهاني، شكرا قمير ايفانس، شكرا هيثم الهاني كوم بيرسوناج ارتستيك دريبكي امن بحلمته. دريبكي ايش معناتها؟ دريبكي يعني فنان، فنان بالطبيعه. هيثم الهاني فنان كبير ياسر، منطلق الدربوكة، ما تقعدش وما تموتش وما تعيشش وما وتربط حياتك بالدربوكة، لا اعمل حلمه. مشروع حلو، مشروع مزيان، مرحبا بينا الكل هنا ومرحبا بيك خويا. يعيشك ربي فضلك شيماء، نشكر تونس قبل كل شيء. مشروع سميناه يا مسهرني، خدمنا عليه 4 سنين تعبنا فيه، وان شاء الله ريزلتها تكون حلوه وتعجب الناس الكل، وان شاء الله في ما اهم. علاش 4 سنين؟ العباد باش تفهم. 4 سنين خاطر البروجي مش سهل، معناها باش تلمت الموسيقيين، باش تحضر الكومبيلاسيون، باش تختار الاغاني، باش تجيب لي لي ميزيسيان والكورال وتختار وتصلح معناها خدمه كبيره. تشوف برك الله معناها ساعتين لايف، معناها خذينا من لي زاني 90 حتى 2000 براتيكمون، سيت ان شوا بيان 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 شو اخترناه بالكدا، معناها بالكدا. المفيد ان شاء الله يكون عجب الناس الكل. نتصوروا بروجي باش نوصلوا به لبعيد ان شاء الله. انا تفرهت الحمد لله، سي ليسونسييل. الفني نجم نشوفوه في مهرجانات، نجم خاطر لانه ذو مستوى محترم معناتها وحلو ومطلوب، يعني تصور ان شاء الله يا ربي. معناها انا خاطر تو عملت لافون بروبيغ اليوم، معناها كان خلطت، معناها السنه خلطت ان شاء الله العام الجاي معناها بقدره سميع العليم ان شاء الله باش نكبر فيه في حاجات. وانا حلم معناها نحب نعمل حاجه اللي هي للمطلق اللي نجم يسمعها الناس الكل، معناها ذو نتاع مسرح نتاع حاجات راقيه. ان شاء الله ربي يوفقنا، وان شاء الله نكونوا ديما متواجدين بالحاجات الجديده، وذاك المعني اللي انا كان خدمت شويه ولا برشا ديما معناها التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. وكي نلقى تشجيعكم تكبر علي المسؤوليه شويه واحد، وان شاء الله نكون في المستوى وكهو. ان شاء الله متوفق، ونقول لك مبروك المشروع الفني الجديد، وباش نتبعوه ان شاء الله لانه ديما لافون بروميير من بعدها تصير اضافات اخرى نسوي. ان شاء الله يا ربي. انا ديما عندي راهو نقول لك حاجه، راهو قناه تونسنا مبروك علي انا ببدايتي مع سي عبد الحميد، اول مره مع بعضنا انا وياك شهيمة مع سي عبد الحميد واحد، وهو زيد من الناس اللي شجعوني وقف معايا، زيد نحب نقول له كلمه شكر. ان شاء الله نكون في المستوى، وان شاء الله ديما انتم معايا وبيكم انتم انا نكبر، ونكبر بالجمهور وبيكم انتم وبالصحفيين، خاطر هي معناها السلطة الأولى بالنسبة لي أنا، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يوفقنا ونقول ربي إن شاء الله ربي يوفقك. وأنا فرحان برشا اللي جيتوا بحذايا وعملتوا تغطية واحد، وديما أنتم تكونوا السباقين معناها. ماهوش مزيرة. ربي يبارك لك وربي يبارك لكم الكل، وإن شاء الله أختي الغالية ديما زادة أنت في تألق ونجاح، نفرح زادة كي نشوفك ناجحة ومتألقة، وهذا شرف لي أنا ويفضل لك الوالدة، نحبها برشا.